الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بن طاهر جواد نائب السادس ديال رئيس جهة فاس مكناس ديال الغرفة الصناعة التقليدية. بمناسبة ديال المهرجان الوطني للعيطة الجبلية اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو، نظمت غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس المعرض ديال الصناعة التقليدية اللي كيشمل يعني عدة حرف محلية ديال الإقليم، جميع المنتوجات المحلية من الفرقة اليزامية، من المنتوجات النباتية، من يعني جميع اللوحات سميتو. بهذه المناسبة كنشكرو سيدنا الله ينصرو على هاد الرعاية ديالو لهاد الصناع التقليديين وهاد المنطقة هادي. المعرض ديال المعرض كنعبر المنتوجات الإقليمية ديال الإقليم، كاين 16 رواق وفيه مختلف ديال المنتوجات ديال الصناعة التقليدية، يعني الخرقة ديال الجلابة اليزامية يعني عندها تاريخ في المنطقة، كانت يعني على مستوى المغرب كانت يعني هي المصدر ديال المغرب ديال الخرقة ديال اليزامية. وكاين يعني الفخار، كاين فخار القراوي، كاين منتوجات نباتية. قاسم الأخضري، عضو مستشار في غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس، حرفة ديال أزا أولاد أزام جماعة بوعادل. كنديرو هاد المنتوج ديال الجلالب، كتعرف ولاد أزام بالخرقة ديال رجل فلوس مزلوقة، والصوفة مخلطة عندنا، كنخدمو سلعة مخلطة أي حاجة. كنديرو الحنبل، كنديرو كوفيرت، كنديرو قشاب، كنديرو جلابة، كنديروا المنطوات، كنديروا الحرفة كلها، أي صناعة تقليدية ديال الجلاب، ديال الحرفة ديال المنتوج ديال الجلابة كنديروها. شاركنا في عدة معارض جهوية وطنية في أي منطقة، المهرجانات ديال الإقليم ولا في المناطق الأخرى، في عدة مناطق في المغرب كامل. على اسم شادي اليزامي من مدينة فاس، كان نفتخر بهذا المعرض هذا تبارك الله ديال تاونات وديال العيطة الجبلية، والحمد لله الناس ديالها، لا المسؤولين ولا الناس ديال الغرفة تبارك الله عليهم، والناس ديال البلدية الله يجازيهم بالخير، كلهم ناس طيبين وناس الكرام، والحمد لله اللي مازال الخير في الدنيا. وكنشكرهم بزاف على الاستقبال اللي استقبلونا، وكنشكرهم على الطيبوبه ديالهم وعلى كل شيء. وحنا جينا باش انا جيت من فاس التعاونيه ديال شاديه اللي فن الخياطه والصناعه التقليديه، كيحاولوا يهزوا بها الحمد لله، والله يجازيهم بالخير والله ينصر سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. بمناسبة مهرجان فنون العيطة الجبلية نظمت تحت رئاسة سامية، تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الله ينصره، نظمت غرفة الصناعة جهة فاس مكناس بشراكة مع المجلس البلدي وعمالة تاونات المعرض الصناعة التقليدية المتواجد في تاونات، وكنا من المحظوظين المشاركين في هذا المعرض بالمنتوجات المجالية، ومتواجدين مجموعة ديال العارضين بالمنتوجات الصناعية
صناعة تقليدية المنتوجات المجالية، معرض في المستوى، الأيام كافية بالنسبة لنا الحمد لله. تعرفنا على سكان المنطقة ديال تاونات والمناطق المجاورة، تعرفنا أكثر على الأعضاء والمنتوجات ديالهم، اكتسبنا خبرة في مجال التسويق في المعارض، واكتسبنا الحمد لله الثقة ديال الناس اللي كانوا كيقلبوا علينا واللي كانوا كيقلبوا على المنتوجات البدائل ديال المنتوجات المصنعة. الحمد لله كنتمنى يكون مشاركات أخرى، وبهذه المناسبة نشكر الأعضاء ديال غرفة الصناعة المتواجدة في بتاونات على المجهودات اللي قاموا بها، مجهودات قيمة الله يجازيهم بخير. وكنتمنى نكونوا ضيوف عزاز على الساكنة، وشكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.